اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولقلوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود المعتدين، زلزلهم زلزالا شديدا، خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك. اللهم نكس بالمجاهدين رايتهم، اللهم افشل بالمجاهدين خططهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، كل أهلنا في غزة معينا ونصيرا، أيدهم بتأييدك، أظهر نصرك عاجلا فيهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أطعم جائعهم، واسق ظمآنهم، اللهم احفظهم من بين يديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.